كان ثبتا فيما روى. قتيبة بن سعيد كان ثبتا فيما روى، وهو صاحب سنة وجماعة. كلمة السنة والجماعة دي سنجد إن في تراجم أهل العلم تلازم بينهم، سنة وجماعة، سنة وجماعة، لأن أهل السنة يحبون الائتلاف، والائتلاف يدعو إلى الجماعة، وليس المقصود بالجماعة جماعة حزبية أو سياسية، ولكن المقصود بالجماعة الحق، فكل من وافق الحق فهو الجماعة، ودي كلام السلف. فكان زيد بن أسلم كان أمة، وكان هو الجماعة، وكان رجلا واحدا، كان رجلا واحدا. وقبل ذلك قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. يبقى ممكن الإنسان بمفرده يكون ماذا؟ يكون أمة إذا استمسك بالحق. ولذلك في تأويل قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، هناك تأويلان. الأول: كان على التوحيد وسائر الناس على الشرك، قال الله: فآمن له لوط. وهذا يدل على قلة من آمن بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمعنى الثاني للأمة في هذه الآية: وإلا فإن أمة لها معاني أخرى، أنه كان جامعا لخصال الخير، أي كان إماما. فالإمام الذي يقتدى به هو أمة. لماذا؟ لأن بحياته حياة الأمة، فالناس تتعلق بأئمتها وترنو بأبصارها وتخفق بقلوبها إلى علمائها، فالعالم كالأمة. ولذلك العالم إذا كان صالحا كان بصالحه الخير، وإذا انحرف كان بانحرافه الشر المستطير والعياذ بالله. فقتيبة بن سعيد كان صاحب سنة وجماعة، توفي سنة 240 هجرية.